يواصل جيش خالد بن الوليد ذراع تنظيم الدولة في محافظة درعا جنوب سوريا عملياته العسكرية ضد فصائل الجبهة الجنوبية، إضافة لحوادث الاغتيالات والمفخخات التي لا تغيب عن المشهد في درعا وتطال قيادات المحافظة العسكرية والثورية. نشاطات تنظيم الدولة المتمركز في منطقة حوض اليرموك غرب درعا دفعت الثوار إلى فرض طوق أمني وعسكري على المناطق التي ينتشر فيها التنظيم لتضييق الخناق عليه والحيلولة دون تمدده أو تمكنه من مواصلة أعمال الاغتيال والمفخخات. نحن الآن نقوم بالرباط على المناطق المتواجدة فيها الدواعش، وهي منطقة عين ذكر وحرش عين ذكر، والحمد لله يعني كل يوم يقومون بالتسلل بمناطق العبدلي والبكار، والحمد لله يعني نقوم بالتصدي لهم بشراسة. ويعني يعني هسه إذا بتشوفوا الحرش نفرجيكم على أماكن الكمائن تبعهم. الحمد لله نحن هون مرابطين بقوة ولن نسمح لأي كلب منهم بأن يقوم بالدخول لهذه المناطق إن شاء الله. جبهة ثوار سوريا إحدى فصائل الجبهة الجنوبية والتي ترابط على مساحات واسعة من مناطق سيطرة التنظيم في كل من بلدات عين ذكر وتسيل وصيد الجولان، وتشتبك يوميا مع التنظيم هناك مواصلة أعمالها العسكرية مهما كلفها الأمر بحسب ما ذكر قادتها. نحن تجمع النقيب الشهيد أبو حمزة النعيمي، مرابطين على الثغرات وتخوم بلدة عين ذكر المتعصم بها لواء دواعش اليرموك. احنا هون اخوي مرابطين باسم التجمع طبعا. النقطة احنا اللي مستلمينها هاي هي من بلدة تسيل، نقطة حساسة طبعا بالنسبة لموضوع تهريب الذخيرة. يوميا طبعا احنا بنقدم كمايننا في حال انه نضيق الخناق على الدواعش بحيث انه ما يصل لهم اي شيء، لا ذخيره لا معونات لا ولا اي شيء نهائيا. طبعا المنطقه اللي قدامنا هي هون كلياتها، في عندنا فوج الهندسه التابع للتجمع قام بتشريكها كامله، وكل ما نتقدم شوي بتقدم معنا فوج الهندسه بشيل التشاريك وبرجع بقربها لقدام بحيث نكون على مشارف بلده عين ذكر.